ابن محترم سي حاتم برقية. هاد اللقاء جاء في إطار اللقاءات التواصلية اللي كيدير ما بعد الانتخابات، لأن أول هذا أول لقاء. لاحظنا واحد التجاوب كبير بين الأعضاء وبين الأعضاء ديال اللائحة ديال 61 مع سيدنا ابن المحترم. اللي اليوم نورمالمون كان اليوم واحد اللقاء اللي غادي يكون أول لقاء تواصلي، ولكن للأسف الحرقة ديال الأعضاء والحب ديالهم للمدينة والحب ديالهم للحزب ومن أجل التفعيل ديال البرنامج المحلي والوطني، الإخوة دخلوا في بعض التفاصيل واللي لقاو هما تجاوب وأذان صاغية من جهة السي حاتم. نوهوا بالعمل اللي كيقوم به السيد رئيس المجلس البلدي. لقينا المدينة غارقة، كنقولها دائما غارقة في الكريدي في القروض اللي المدة ديالها 10 سنين وغادي نخلصوا 1400 مليار و400 سنويا، بواحد الصعوبة باش خرج 1 مليار و400 كذلك كدفع أولى من أجل النقل الحضاري، اللي لقينا من الأسباب اللي بقات المدينة بلا نقل حضاري مدة ديال سنتين، اللي كان من الأسباب أنهم ما دفعوش الجماعة ما دفعتش لاباغ ديالها اللي هو 5 مليار، والسيد الرئيس دار مجهودات جبارة في هذا الملف مع المدير ديال الشركة ومشى معاه بالتقسيط، واللي ودار عدة لقاءات في الداخلية من أجل باش أنا تحط كذلك لاباغ ديالها ومع السيد رئيس الجهة. البارح كان يوم ممطر الحمد لله، الله لطف وما كانش عندنا خسائر. السيد الرئيس حنا ولا كان مكتب النواب كاملين كانوا كيشتغلوا، أنا ما دخلت للدار ديالي حتى 11 ونص ديال الليل. المكتب كامل والتم الناس ديال اللائحه كاع الناس ديال الحزب اللي كينتميو للحزب كلشي تجند البارح. حنا غير مسؤولين، ان حنا عاد بدينا هذه شهر ونص او لا شهرين، حنا غير مسؤولين اللي واقع في المدينه، وكنقولوا الاراده ديال الله سبحانه وتعالى ممكن تحصل في اي وقت. واحد الاخ طرح سؤال قال الرئيس ما حاضر النواب ما قالولناش البارح اشنو دار معنا، واحد الشاهد عيان اللي دخل عليه الماء في بير راميل اللي دخل لاكاف ديالو، يعني يقدر يعطي واحد الشهاده شنو اللي وقع البارح. كان ما ننساوش السيد الباشا السلطات المحليه قامت بمجهودات جباره وعلى راسهم السيد السلطه الاقليميه اللي كيترأسها السيد العامل. ان شاء الله كنقلبوا على حلول الجدريه اللي ممكن تنقذ المدينه من بحال هذه الكوارث اللي هي كوارث طبيعيه. البنيه التحتيه كذلك مثال غنوقفوا عليها، وغادي نشوفوا مع الوكاله المستقله للماء والكهرباء شنو اللي ممكن يدار باش ما نوقعوش، هذا كان شويه بحال الانذار باش ما نوقعوش مثل هذه المشاكل اللي وقعنا فيها البارح. نطلبوا الله يلطف من عنده، وشكرا لكم كاملين، كنشكروا جميع المنابر اللي كتواكب معنا اللي نصحوا به الامور ديالنا على اساس باش تسير. كان لقاء باش نشوفوا المشاكل المحليه اللي كاين هنايا، نواكبوا مع المجلس، كاين جلسه مع الرئيس اللي جلس معاه حتى هو باش نذكروا على فيما يخص هنايا القنيطره، ونديروا واحد التنسيقيه محليه تنظيم باش يتصايب تنظيم، تكون واحد الهيئات موازيه ديال الحزب اللي هي اللي نديروا لجان ونخرجوا كل قطاع نواكبوا معاهم ونشوفوا كاع المشاكل اللي تخص قطاع قطاع ونترافع عليه ان شاء الله في البرلمان. هذا هو اللي كاين. الرئيس راه هو تيلعب تيدير واحد الدور كبير هنايا، ودار واحد الخرجات هنايا في برا وخرج لكل قطاع هضر معاهم اللي خاص، وهو كنا نتعاونوا لان المدينه ديال قنيطره مدينه كبيره، كاين مشاكل كبيره وكاين حويجات اللي هنا في الاقليم خصنا نشتغلوا عليهم، مادام بان عندنا الحكومه ان شاء الله، عندنا البرلمان، كاين تسير، كاين الجهه حتى هو تنسيروا فيها، والمجلس الاقليمي هو عندنا الرئاسه ديالو، خصنا الا المشاكل والهموم ديال الاقليم خصنا نكونوا نواكبوهم. هذا هو اللقاء، هذا هو المغزى من اللقاء، يعني نحطوا السكه في الطريق ونبداو نشتغلوا ان شاء الله فيما يخص الشان المحلي والشان الاقليمي. شكرا. استاذ الرساله للسكنه ديال قنيطره، اولا تنشكرهم لانه وضعوا فينا الثقه كبرلماني والمجلس والاخوان اللي داروا واحد التحالف مع الرئيس، ودارنا الرئاسه ديال التجمع الوطني الاحرار، الرئاسه اللي نقول لهم بان الصوت ديالهم ما غيمشيش غير كذاك، الصوت ديالهم ما غادي نوضوا ندافعوا عليهم ونترافعوا عليهم على المشاكل ديالهم فيما يخص المحلي والوطني، وان شاء الله يكون على الخير بالنسبه للساكنه ديال قنيطره. شكرا.